تشهد محافظة صلاح الدين عمليات فصل متعددة بين مدن المحافظة من خلال سواتر ترابية وكتل كونكريتية حولت أجزاء واسعة من المحافظة إلى أشبه ما يكون بمستعمرات مغلقة تحوي على حاجز واحد يستخدم للدخول والخروج وسط غياب تام للحكومة والقوات الأمنية. ودفع هذا الأمر مواطنين من سكنة صلاح الدين إلى رفضهم لعمليات التغيير الديمغرافي، عادين عمليات تقطيع أوصال المدينة مع بعضها البعض وسيلة لضم بعض المناطق إلى محافظة ديالى، فيما طالب آخرون بإعادة العائلات النازحة إلى ناحية يثرب لديمومة الحياة. نحن متوقعين التغيير الديمغرافي، نحن متوقعين هذا التغيير، وإحنا بالنسبة لنا إحنا ضد تقسيم العراق، إحنا يعني ضد دمج صلاح الدين مع أي محافظة ثانية. ناشطون في حقوق الإنسان بيّنوا أن الوضع سيء للغاية، والمدن تشهد حالات خطف وقتل بشكل متزايد في المحافظة نتيجة تقطيع أوصالها. الحقيقة هل حصلت جرائم؟ بالتأكيد هناك جرائم، ولكن لا نعلم من هو المجرم ومن هو صاحب الجريمة بسبب تقطع المناطق. يعني من يرى هذه الجريمة؟ هذا تقطع يعني صبة كونكريتية أو الحواجز أو السواتر الترابية. صلاح الدين التي شهدت معارك عنيفة بين تنظيم داعش والقوات العراقية بدعم من التحالف الدولي تشهد اليوم هجوما من نوع آخر، حيث يمثل الساتر الترابي الذي اقتربت الميليشيات من إنجازه حول مدينة يثرب جنوب تكريت أخطر محاولات العزل التي تشهدها المحافظة بسبب فصلها عن محافظة صلاح الدين وربطها مع ديالى المجاورة من خلال مدينة الخالص. نرفض إنشاء السواتر وفصل ناحية يثرب وضمها إلى مناطق أخرى كديالة وغير ديالة، لأن ناحية يثرب هي من السابق في صلاح الدين، وصلاح الدين هي الأم لهذه المناطق. نريد العوائل ترجع إلى يثرب، لأن يثرب تابعة إلى محافظة صلاح الدين، قضاء من أقضية صلاح الدين. مشكلة صلاح الدين هي مشكلة المحافظات العراقية كلها، وهي أحزاب وميليشيات وزعماء يتصارعون على خارطة النفوذ وسط ضعف وعجز حكومي واضح وانعدام لملامح الدولة.